أسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على الرسول والتسبيح والاستغفار. حبايبي اليوم زي ما انتم شايفين في الفيديو اليوم راح يسوي لحم الحشوات السمبوسة والمطبق والأي شيء من شهر رمضان المبارك. زي ما انتم شايفين حطينا أول شيء الزبدة، ضروري تحطون الزيت، يعني أنا ما أفضل الزيت، بالنسبة لي أحب أحط الزبدة ما أحب أحط الزيت. طبعا بعد ما ذابت الزبدة نضيف كمية كبيرة من اللحم لأنه راح نسوي حشوات كبيرة بالسمبوسة، وكمان دي الحشوات تضاف للمطبق بعد، لا تنسون يعني حشوات لأي شيء، سمبوسة هندية، مطبق، كبة، أي شيء أي شيء، الحشوات تنفع لكل شيء. ونبدأ نقلبها مع الزبدة عشان تختلط مع بعض، لازم نقلبها كويس لين ما تستوي. زي ما انتم شايفين كذا لونها تغير واستوت، ونبدا نقلبها برضو لان في بعض اللحم ما استوى، فنبدا نقلب لين اللحم كله يكتمل معانا اللون. بعد ما يكتمل اللون راح نضيف المكونات اللي بعدها، وزي ما انتم شايفين اللون تغير تماما من اللون الاحمر الى الاستواء، تغير لازم يتغير اللون لازم لازم. بعد ما استوت نبدا نضيف المكونات اللي راح تشوفونها معاي في هذا الفيديو. حبايبي لا تنسون الصلاة على الرسول. الحين نبدأ نحط البصل والفلفل الرومي والثوم مع اللحم، لازم نحطها لأن هي أساسي في الحشوات، لازم نحطها. زي ما انتم شايفين نبدأ نقلب. طبعا يا حبايب قلبي رمضان راح يكون شهر عبارة عن عبادة، وراح يكون برضو في تعب الأكل وهذه الأشياء، وبرضو تعتبر الأكل يعني له أجر لأن إحنا نطبخ لنا أجر يعني. فحبايبي قلبي قلت لكم لا تنسون تكتبوا لي الوصفات اللي تبونها في الكومنتات عشان أبدأ أسوي لكم إياها، وشهر رمضان راح يكون شيء مختلف جدا جدا، راح يكون في وصفات يعني ما هي وصفات متكررة في قناتي، وقناتي فيها فيديوهات اللي ما شافها يروح يشوفها، فيها حليان وفيها حشوات اللي شهر رمضان المبارك اللي راح، وفيها بعد اليابا إدامات وكبسات، فيها كل شيء، روحوا شوفوها وانشروا مقطعي. واللي تابع الفيديو لا ينسى اللايك وضغط زر الاشتراك ليصلك كل جديد. وطبعا حبايبي أهم شيء النشر، وأهم شيء تكبر عائلتنا، لأن كل ما كبرت عائلتنا راح ينزل فيديو جديد. طبعا هنا بعد ما قلبناه نحط ملعقة كبيرة من ثوم البودرة، لازم نحط بهارات، ونضيف الكمون والفلفل الأسود، ونضيف بعدها الخلط، نخلط كويس. بعد ما نخلط كويس نضيف ملعقة كبيرة من الملح، طبعا كده ملح له طعم في الأكل، ونضيف ملعقة كبيرة من الصماغ، الصماغ يعطي شكل حلو في الطبخة وبالذات للحشوات شهر رمضان المبارك. بعد ما قلبناه كويس نضيف صويا صوص، صويا صوص اختياري، اذا حابة تضيفين وهذا ما تحابه، بس انا من رايي انك تضيفين لانه يعطي طعم مره حلو، مره 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 حلو، انصحك يا كمجربه له، يعطي طعم للحشوات بشكل لذيذ، الطعم يطلع لذيذ، انصحكم فيه يعني. بعد ما اضفنا الصويا صوص نضيف الصلصه، الصلصه شيء اساسي في الطبخه، اذا ما اضفناه راح يروح الطبخه فيها يعني حرفيا راح تروح فيها، لازم نضيف الصلصة تعطي شكل اللون، ونضيف شوية من الموية، شوية لا تكثرون. وزي ما انتم شايفين هذه حشوتنا للسمبوسة، وتنفع المطبق وتنفع لأي شيء ثاني. طبعا هنا حبايبي هذا العيش اللي حابين يبوني اسوي لهم فيديو يكتبوا لي في التعليقات ويقولوا لي نبى نفس هذا العيش، راح اسوي لكم فيديو له فقط العيش، اللي حابين يقولوا لي في التعليقات عشان اقدر اسوي لكم اياه، يعني اكتبوا لي في التعليقات. ولا تنسون يا حبايبي ضغط اللايك واشتراك في القناه، ونشغل المقطع ليصلكم كل جديد. وشوفوا هذا العيش، هذه نتيجه العيش ما شاء الله تبارك الله، فاللي حابين يقولوا لي في التعليقات. زي ما انتم شايفين هذه نتيجه العيش ما شاء الله تبارك الله، تشوفون كيف منتفخ، فاللي حابين اكتبوا لي في التعليقات زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين الشكل والطعم اجتمعوا مع بعض، الجميل جميل جميل. وهذا الإدام اللي حابين برضو يبوني اسوي لهم اياه
في المقاطع السابقة أنا مسويته، وروح شوفوا موجود. وإذا كمان تبون ننزل لكم إياه مرة ثانية راح ننزل لكم إياه، اكتبوا لي في التعليقات راح ننزل لكم إياه. طبعا زي ما انتم شايفين كيف المرقة والبطاطس مجتمعين مع بعض كذا، النكهة النكهة ما أحكي لكم قد إيش هي طعمة. يعني إذا حابين تقولوا لي اكتبوا لي في التعليقات. وهذه البسبوسة شوفوا العيش كيف ينفتح معانا، يعني زي ما قلت لكم اللي حابين أسوي لهم روح يكتب لي في التعليقات شوفوا كيف العيش. سبحان الله، اللهم صل على محمد، جمال جمال مو طبيعي. أذكر الله يا جماعة الخير. ويا حبايبي شوفوا كيف المرقة مع العيش، مرة مرة لذيذ لذيذ، يعني ما شاء الله تبارك الله طعم ما أحكي لكم. وطبعا لازم القهوة شيء أساسي مع البسبوسة شيء أساسي، يعني البسبوسة كيف الشكل شوفوا كيف معها، يا لطيف الطعم ما شاء الله تبارك الله. معها لسه نحط معها شوية رش عليها. وطبعا هذا حلا التيدين، والقهوة زي ما قلت لكم شيء أساسي مع الحلا، ما تجي الحالة الحالة بدون قهوة ولا القهوة تجي بدون حلا. وهذه البسبوسة ما شاء الله تبارك الله، زي ما قلت لكم اللي حابين أسوي لهم إياه أكتبوا في التعليقات. وهذا الشكل النهاية حبايب قلبي، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوا الصلاة على الرسول.